عباد الله، إنكم مقبلون في هذه الأيام العشرة الأولى من شهر محرم إلى اليوم العاشر من هذا الشهر المبارك، وهو اليوم الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. كان هذا اليوم مأمورا بصيامه، يجب على المسلمين الصيام، فلما أمر الله عز وجل بصوم رمضان أصبح صيام هذا اليوم مندوبا. وقد ورد في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما هاجر إلى المدينة المنورة سمع أن يهودا تصوم يوم عاشوراء، فسأل عن سبب ذلك، فقالوا ذلكم هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم. وأمر المصطفى عليه الصلاة والسلام مناديا أن ينادي في سكك المدينة في ذلك اليوم، ألا من كان صائما في هذا اليوم فليتم صومه، ومن لم يكن صائما فليمسك. وهكذا كانت سنة أو كان صوم يوم عاشوراء سنة ماضية من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد ورد عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في آخر سنة من حياته لئن عشت إلى قابل لأصومن تاسعاء أيضا. كما ورد أنه يستحب أن يوسع المرء في هذا اليوم على عياله، والحقيقة أن الإنسان يستحب له أن يوسع على عياله دائما، ولكن هذه السنة في هذا اليوم تذكير للإنسان بهذا المبدأ، حتى إذا عود نفسه تطبيق هذه السنة في هذا اليوم تذكر هذا المبدأ خلال العام كله، فوسع على عياله ولم يقتر عليه. كل ذلك ينبغي أن يفعله الإنسان بقصد واحد، ألا وهو أن يستدر من وراء ذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإذا أقبل إليكم هذا اليوم يا عباد الله فصوموه، وتأتوا في ذلك بسنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. شيخ الحقائق كان صوم.